السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلوا على سيدنا محمد. بعد التحدي يا أساطير لازم ننزل على أي منطقة أو أي منطقة فيها دجاج، ولازم نستخدم الدجاج ونطير فيه لمسافة 20 متر. راح نشوف أي دجاج أو دجاجة، راح نجي عند الدجاجة ونحملها. الحقوها يا شباب، ترقد، الحقوها، امسكوها. تمام، بعد ما نمسكها راح نطير فيها مسافة 20 متر. لازم نطير فيها مسافة 20 متر. بعد ما نطير فيها مسافة 20 متر راح نخلص التحدي ونحصل ال 24000 اكس بي. انزل هاي المنطقه اللي نزلت فيها، انا على الاغلب اقل شيء راح تلاقوا فيها دجاجه وحده او اكثر او دجاجتين. المهم انتم انزلوا بهاي المنطقه، اكثر شيء بيكون فيها او اغلبا بيكون فيها. اذا ما طلع لكم بجيم، دخلوا جيم ثاني وراح تلاقوا الدجاجه وتطيروا فيها. بعد ما تطيروا مثل ما حكينا 20 متر راح تخلصوا التحدي. لا تنسوا لايك اشتراك، استخدموا كود الشباب ام اس 9. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.